خلاص احنا بنتكلم على ايام وتبدا الانتخابات في الداخل. لكن حقيقي الانتخابات الخارج ما اقدرش اتغافل عنها، ابهرونا بحضورهم بحشوتهم حتى بالشكل نفسه اللي كانوا متواجدين بيه. فرق كبير جدا ان انا اروح احط صوتي فقط، وفرق كبير ان انا بالنسبه لي اعتبر ده يوم كرنفالي بالنسبه لي. خلينا نلقي الضوء على الانتخابات في الداخل او الخارج حتى انتظار ناس كتيره لمتابعه هذا العرس الانتخابي داخل مصر مع ضيفنا النهارده الاستاذ عصام شيحه، منورنا ومشرفنا طبعا. اهلا وسهلا، اهلا بيك. ابدا معاك بمشاركه المصريين في الخارج، ابهرونا حقيقي، لكن حضرتك قول لي شفت المشهد ازاي؟ خليني اقول لك انه الاحداث الاخيره في منطقه الشرق الاوسط كان لها دلاله قاطعه في زياده ملحوظه في عدد المصوتين من الناخبين المصريين حول العالم. تمام. كان الهدف النبيل من هذه الحشود غير المسبوقه هو رساله للعالم ان المصريين مرتبطين ارتباط وثيق بوطنهم، انهم لا يعرفون وطن لهم غير الوطن المصري. صحيح. انه الاحداث صحت الولاء والانتماء للوطن كانت رساله بانهم بيساهموا في صناعه المستقبل، كانت رساله بارتباطهم بالوطن وارتباط الاجيال الجديده. وهنلاحظ ان دي ربما تكون المره الاولى اللي شفنا فيها عدد كبير من الشباب. احنا كان معتاد ان في عدد كبير من السيدات، عدد كبير من الشيوخ والكبار، لكن دي اللي ربما تكون المره الاولى اللي كان في عدد كبير من الشباب. وده معناها بالضروره ان الجاليات المصريه في الخارج حريصه على ان الاجيال الجديده تكون مرتبطه ارتباط وثيق بالوطن. وانا اتصور انه الجاليات المصريه حول العالم نجحت بشكل كبير في حشد المصريين، على الرغم ان احنا نحط في اعتباراتنا تغير الوقت وتغير المناخ وبعد المسافات. يعني تاني انت لو احنا نجحنا في السنوات القادمه في ان احنا كمان نقرب المقار الانتخابيه او نزود المقار الانتخابيه، لان احنا المقار الانتخابيه محصوره في امرين، في القنصليه وفي السفاره. مظبوط. بعض الدول قارات، يعني روسيا دي يا فندم قاره كبيره. الامال معقوده ان احنا في المستقبل ان احنا نعدل القوانين بان احنا نسمح بالسفارات او القضاء انها تفتح مقرات اخرى في بعض الولايات او بعض الدول اللي فيها كثافه من المصريين. لكن يكفينا فخرا هذا الحضور الكثيف من جانب الجاليات المصريه حول العالم. خلينا اربط معاك بقى الانتخابات الخارج بالداخل يا فندم، هل ممكن اعتبر ده مؤشر ولا لا للداخل؟ اشكرك. انا اتصور ان هو مؤشر، والمؤشر بان بوضوح شديد في الحملات الانتخابيه للمرشحين. صحيح. شفنا حشود كبيره، شفنا رغبه من جانب اغلب الاحزاب السياسيه للمشاركه في التطور الديمقراطي اللي بيحصل، شفنا معركه تنافسيه فيها عدد غير مسبوق. احنا اكثر انتخابات كان يبقى فيها مرشح او اثنين، انت عندك مرشحين لاحزاب سياسيه متعدده برؤى مختلفه. ده بيساهم بقدر كبير في التطور الديمقراطي، لانه الانتخابات الدوريه، الانتخابات النزيهه، هي علامه من علامات التحضر، وهي علامه من التطور الديمقراطي. صحيح. وانا اتصور انه احنا نجحنا في امرين. الامر الاول انه على الرغم من الاهتمام العالمي والاهتمام المحلي والاهتمام الاقليمي بما حدث في الحرب الاسرائيليه الفلسطينيه، لكن رغم بشاعة الحرب، لكن هي كانت سبب من الأسباب اللي صحت الانتماء بشكل كبير لدى المصريين، ورغبة عارمة في المشاركة في صناعة المستقبل واختيار من يمثلهم في المرحلة القادمة. صحيح. الناس بقت شعرة بالمسؤولية وشعرة أنه مهم جدا أنك تساهم بصوتك في اختيار من يستطيع قيادة دفة الدولة في محيطها الإقليمي اللي يعني بيشهد منعطفات في منتهى الخطوره. صحيح. خروج المصريين انا اتصور بكثافه رساله للداخل والخارج بان المصريين خلف قيادتهم، ان المصريين بيساهموا في صناعه مستقبلهم، ان المصريين مدركين للمخاطر الداخليه والمخاطر الخارجيه. والامال معقوده على انه يخرج المصريين بكثافه كبيره. احنا عندنا تقريبا 68 مليون ناخب، رقم حق التصويت. ايوه، رقم ضخم، ورقم كبير. الظروف المحيطه بالدوله
تلزم كل مواطن مصري انه يشارك بصوته، يختار ما يشاء بس يخرج ويعبر عنه.